أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل حلقاتنا في آفات الصحة العامة، واليوم إن شاء الله نحاول موضوع معلومات أساسية عن الذباب المنزلي. طيب، يحتوي العرض على مقدمة من الذبابة المنزلية، موطن الذبابة المنزلية، والجراثيم التي ينقلها الذباب المنزلي، وكيفية نقل الذباب للأمراض والمكافحة. فزي ما ذكرنا في كل الحلقات، احنا بنقدم معلومات أساسية عن آفة الصحة العامة، موضوع الحلقة. تعد ذبابة المنزل الاسم العلمي لها النسكة دوميستيكا أكثر أنواع الآفات انتشارا، وهي مربوطة بالبشر والأنشطة التي يزاولها، لذلك يمكن العثور عليها في المنزل، في المزارع، في سلاح الخيل، في مزارع المواشي والدواجن. والذبابة المنزلية تنتمي لمملكة الحيوان ولعائلة الميوسيدي وللنوع النسكة دوميستيكا ولرتبة الديبترا أو ثنائية الأجنحة. يتواجد الذباب المنزلي في كل مكان تقريبا، يتكاثر في جميع البيئات الغزيرة. الذبابة مثل بقية الحشرات تتكون جسمها من الرأس والصدر والبطن. الرأس كروي الشكل ويحمل قرون الاستجعار، وهي مغطاة بشعر كثيف على الجانبين. للذبابة المنزلية عيون مركبة واضحة. لون الذبابة المنزلية رمادي داكن. الصدر تخرج منه زوج من الأجنحة وثلاثة أزواج من الأرجل. فم الذبابة فم لاعق ينجذب الذباب للمواد العضوية المتعفنة والمتخمرة. كما ذكرنا سابقا أن الذباب يتكاثر في البيئات القذرة مثل بقايا الفواكه والخضروات وروث الحيوانات والطيور. يتعرف الذباب على غذائه بواسطة حاسة الشم، ويتذوق بواسطة أعضاء حسية منتشرة على أجزاء الفم والأرجل. يفقس البيض إلى يرقات دودية الشكل حتى تتوزع المواد العضوية المتحللة. تتوقف اليرقة عن الغذاء بعد أن تنسلخ مرتين وتتحول إلى عذرة. تتحول العذراء إلى حشرة كاملة وتتزاوج خلال 36 ساعة. كثافة الذباب المنزلي تختلف أثناء فصول العام تبع لتغير المناخ وتوفر الغذاء والبيئة الملازمة. تكمل الذبابة دورتها خلال 7 أيام تقريبا. متوسط عمر الذبابة في الأوضاع العادية من 2 إلى 3 أسابيع، وقد يستمر إلى 3 أشهر في بعض المناطق الباردة. زي ما واضح في الصورة، دورة حياة الذبابة المنزلية اللي هي اللايف سايكل أوف هاوس فلاي، إن الذبابة تضع البيض خلال 8 إلى 16 ساعة تقريبا. يفقس البيض ويتحول إلى يرقة وتنسلخ 3 انسلاخات، وهذه تتم 3 انسلاخات تقريبا في خلال 3 أيام، وتتحول إلى عذراء، وهذه العذراء تأخذ من 2 إلى 10 حلقة حسب البيئة اللي هي موجودة فيها، وتتحول العذراء إلى حشرة كاملة. زي ما قلنا ممكن الذباب الكامل تعيش من 3 إلى 4 أسابيع. وإذا الجو كان بارد ممكن تصل إلى 3 أشهر. ينقل الذباب المنزلي كثير من سببات الأمراض، وهو ينقل مرض التيفويد والدسنتاريا والدسنتاريا الأميبية والكوليرا والتهابات العيون وغيرها من الأمراض. كيف ينقل الذباب مسببات الأمراض؟ الذباب ينقل مسببات الأمراض نقل ميكانيكي، أي لا يحصل أي تطور لمسبب المرض داخل جسم الذبابة. وهذه مسببات الأمراض تكون في فم الذبابة أو في معدته، وعندما يتغذى أو يتقيأ أو يتبرد يترك مسببات هذه الأمراض على الطعام. وهذه الطريقة تسمى الطريقة الميكانيكية. مكافحة الذباب المنزلي. هنالك عدة طرق لمكافحة الذباب المنزلي، ولكن يمكن إجمالها في 3 طرق رئيسية.
الطريقة الأولى هي الطريقة الغير كيميائية، وهذه تعتمد على الإصحاح البيئي. الطريقة الثانية وهي الطريقة المكافحة الكيميائية، وهذه يتم استعمال المبيدات الحشرية للإرهاق والحشرة الكاملة، واستخدام الطعوم السامة، واستخدام الأشرطة المشبعة بالمبيدات. النوع الثالث من أنواع المكافحة هو المكافحة الميكانيكية، وهي استخدام مصايد الطعوم والأشرطة اللاصقة، واستعمال المضارب اليدوية، ووضع النمل الدقيق على الأبواب والنوافذ. وكده بنكون اليوم قدمنا معلومات أساسية عن الذبابة المنزلية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.